يقول: كيف نفسر الرؤية وعند من نفسرها؟ فغالبية الناس لا تجد مفسرا، وخصوصا أن أغلب المفسرين الذين يظهرون في التلفاز ليسوا أهل علم شرعي، فهل نفسر عندهم؟ وليش حريصين تفسرون الرؤية؟ يعني الأصل الإنسان لا يعطيها أكبر من حجمها، ولذلك الإمام أحمد يقول: رؤيا المؤمن تسره ولا تغره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يسوءه، يعني شيء ضيق صدره بالمنام، لا يحدث به أحدا فإنها لا تضره، وإذا رأى ما يسره فليحدث بها من يحب. أيضا ليس كل أحد، يعني أنت بين ثنتين، إما أن ترى رؤيا وإما أن ترى حلما من الشيطان. الرؤيا قال أهل العلم هي التي يذكرها الإنسان وتكون واقعية، والحلم الذي يذكر بعضه ويغيب بعضه ويكون غير واقعي. وذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رأسي يتدحرج وأنا أركض خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم يحدث بتلاعب الشيطان به. هذه ما هي رؤيا، شنو رأسك يركض تركض وراء رأسك؟ هذا مو رؤيا، هذا من الشيطان، فهذا حلم من الشيطان. فالأمر الأول أن الرؤيا هذه إذا كانت مريحة أو محزنة، إذا كانت أحدثت عندك حزن لا تحدث بها أحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تضرك. كثير من الناس يتصل: عندي رؤية ضيق صدري. لا تحدث بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحدث بها، لا تؤولها، لا تبحث عن من يعبرها، لا تضرك، انتهى الأمر. إذا كانت الرؤية هذه لا مفرحة، شيء يعني قمت وانت مرتاح مستانس وكذا، يقول أيضا: هذه حدث بها من تحب، لا تحدث بها أي أحد أيضا، حتى لا يفسرها لك تفسيرا خلاف حقت لأنه حسود أو حقود أو كذا. حدث بها من تحب أو عبرها عند من تحب. أما قضية ما نلقى حد يعبر رؤانا وكذا، أنا أقول لا تحرصوا على هذا، لا تعطون موضوع الرؤى أكبر من حجمها، والناس تبني آمالا وحياة على الرؤى، لا تعطون أكبر من حجمها. الرؤى كما قال إمام أحمد تسر المؤمن ولا تغره، لا يبني عليها شيئا ولا يبني عليها حكما، ولا يكره الناس لرؤيا رآها ولا يحب الناس لرؤيا رآها، لا تبني على الرؤيا شيئا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني كما أن النبوة أحيانا يكون أشياء غيبية يخبر الله بها النبي، كما قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. ومنها أخبار المغيبات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر سيحدث كذا سيحدث كذا سيحدث كذا، حتى في أشياء بعد وفاته الآن صارت تحدث، تظهر له علامات الساعة مثلا يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غيب يخبره الله بها سبحانه وتعالى. فالرؤيا لما كانت أيضا غيبا سيحدث مستقبلا صارت جزءا من النبوة، لكن جزء من 46 جزء من النبوة، فقد تكون كذلك. لكن المهم لا يعطي الإنسان موضوع الرؤية أكبر من حجمها. الله المستعان.